طبعا مشاهدينا الكرام راكم دائما تابعوا في برنامج صباح الخير يا الجزائر. حتى الان ان شاء الله كنتوا او راكم تقضيوا اوقات ممتعه معنا. لكل من تابعنا ذكروا فقط ان موضوعنا لنهار اليوم في البرنامج خاص بفقره بيداغوجيا وبيداغوجيا. اذا قلنا بيداغوجيا نقولوا رابح الاسقع، ورابح الاسقع حاضر معنا. وموضوعنا لنهار اليوم واللي خصصنا في البرنامج هو طبعا عن التركيز، تركيز خاصة عند الأطفال. موضوع جد مهم، وهذا راح نشوفوه مع رابح الأسقل وكل التفاعلات توعكم أو كل أسئلتكم، كل انشغالتكم راح يكون معاكم طبعا من خلال موقعنا وان تي في برودكشن. ورابح الأسقع يلتحق بنا. تفضل رابح. اهلا وسهلا، كيف احوالك؟ مش راكم لاباس؟ تفضل رابح. تحياتي للجميع. انا نقول يا رابح يا مربوح. فاصل ونعود. وكما قلت أنه فقرة بيداغوجيا مع رابح، وموضوعنا لنهار اليوم هو ضعف التركيز عند الأطفال. أكيد تحية لك على وجه الخصوص ولكل الطاقم والأسرة الإعلامية ككل والمشاهدين والأسرة التربوية أيضا. على بالك أن موضوع التركيز ماشي غير الصغار، كذا الكبار. صح، أنا ما حبيت نقول الكبار، احنا غالبا احنا اللي ماشي مركزين، الأطفال أيوة مركزين. بالضبط بالضبط. أنا كنت تبعتك الصباح مع تاع الثقافة المرورية، لقيت باللي في السياق لابد من التركيز. صح، واكدت عليها في مداخلتك ان النوم وعدد انشغالات، لان الارهاق ينقص من التركيز. بالضبط. اذا هذا 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 السائق البالغ باش يعود يركز لابد ان نربيه كما قلتي من كي يكون طفل. صح، دائما تبدا من الطفوله. كل الاشياء التربويه، كل الاشياء الفكريه تتعدل وتتهيكل في اثناء في الطفوله. خاصه التركيز عند الاطفال وهما في المدارس. اذا التركيز هو شغل شاغل الاولياء، شغل الشاغل كذلك للأساتذة والمديرين والطاقم التربوي. المشكلة هو أطفالنا أصبحوا لا يركزون، ونتائج عدم التركيز وتشتت الانتباه هو يدينا إلى ضعف تحصيل الدراسي وما لا ما نرضاه كأولياء أو كأساتذة. فالتركيز هذا التركيز ما هو؟ هو قوة التحكم في الأفكار. كيف نتحكموا في أفكارنا؟ أنا شفت الآن رستم دائما يقول خلوني نركز. أيه؟ نركز مع الصورة، لأن التركيز ضروري جدا، ضروري جدا من أجل إتقان العمل، من أجل ربما والوصول إلى الهدف. الوصول للهدف. وكل واحد وش يطلب ربما رابح، هل تشاطرني الرأي؟ كل نعم. واحد كاين اللي خفيف، كاين اللي ثقيل، كاين اللي المزاج، المزاج كاين اللي نعم. أنه يطلب تركيز أكثر، كاين اللي بسرعة يعني يقدر يكون قام بالعمل تاعو بدون. هي فيها الجانب الجانب الوراثي، وكاين فيه الجانب كذلك المهاري اللي تعلموه، يعني عدة عوامل داخلة. لكن المزاج تاع التركيز، كاين التركيز العالي والتركيز منخفض. التركيز العالي كاين بعض الناس، بعض التلاميذ عندهم قوه في التركيز. تركيز يعني الى حط روحه يعني في حاجه يبقى مركز. لكن احيانا هذا الناس اللي مركزين مليح كذلك فيها سلبيات. كيف سلبيه يقول فيه مركز؟ اطفالنا كيف يكونوا مركزين في شيء معين ومن بعد تقول للام روح جيب لي هذيك الحاجه، كل ما نروحش حتى نكمل هذه. بالنسبه للاولياء وشنو هو؟ انه عصى امر تاع يماه. في مادام تكلمت عن الامهات، في هبه لاغوس اللي تقول صباح الخير للجميع، انا ابني ماشي مركز لانه الاستاذه تقول لي وليدك يقرا بصح ما يركزش ويتحرك بزاف ويهضر بزاف وعقله غير في اللعب، وما عرفتش واش ندير هذا العام. يجوز أكيد شهادة شهادة نعم. التعليم والابتدائي. نعم، عادة هاد التلاميذ اللي ما يركزوش دائما مقرونة بالإفراط في الحركة، في الحركة صح، والنشاط الزائد. وفيه واحد الاضطراب على ما أظن اسمه، نسيت تسمية يعني بالضبط، لكن عنده علاقة، هو اضطراب نفسي، واضطراب عنده نفسي وكذلك يشمل الحركة. أكيد نعم. إذا هذه تجي من العائلة وتولي العائلة. إذا الجو الأسري، الجو الأسري والمحادثة كيفاش تكلم مع أبنائنا، كيفاش هل هناك برنامج، هناك توقيت، هناك نظام في الأسرة. كل
ما هو أسري هو ناتج عن هذه نتائج عدم التركيز. لكن الأساتذة أيضا كذلك يعني هذا الطفل هذا الذي هو كثير الحركة إذا لابد من له برنامج خاص. أول شيء لابد أن نعرف أتفهم المشكل، هل عنده هذا التشتت في الذهني او التشتت في الانتباه، ندلو المعالجه. الى ما عالجش ما قدرش نعالجه بطريقتي، لابد من الطبيب المختص به يشوف تعمق في الجانب العصبي والذهني، اسمه فاتت تصرفاتي. هل يقولوا انه فيه يقول لك انه المشكل هذا تاع التركيز هل له مخاطر؟ على حساب طبعا الاسئله اللي جاتنا. نعم. دكتور على ما اظن دكتور مير احمد يقول مشكل التركيز عند الأطفال مشكل صعب ويواجه أبنائنا، كيف سبيل أو سبل للتقليل من المخاطر؟ هل المشكل هذا عنده مخاطر؟ أكيد. لماذا؟ لأنه مش مركز، عنده متشتت في الذهن. وإحنا وش نقوله؟ هناك فرق ما بين العقل والذهن. إذن التشتت، احنا عمرنا ما قلنا التشتت العقلي، إذا كان لاحظت عمرنا ما نقوله، نقولوا شرود العقلي، ما نقولوش شرود، ما نقولوش شرود الذهني، نقولوا شرود الذهني، لا عمرنا ما نقولوا شرود العقلي. إذا لابد من تنشيط العقل لترتيب هذا الشرود الذهني، التشتت في الانتباه، لابد أن يتدخل العقل. صح. والعقل أصل مصطلح العقل يجي من عقل الشيء، معناها ربط الشيء. إذا لابد أن نربط هذا ابني بأنشطة وبنظام داخلي وبتوجيهات وبالمحاورة أيضا. حتى في المحاورة يقول لك هذا الطفل هذا كي تحاوره لابد أن كي تتكلم معه تكلم معه العين في العين. صح. مش من البعد كذا، يلزم العين من العين وتهبط لتحتها. صح. مستوى ماشي مستوى هذا تقول اين كنت، تهبط وتخضر في عينيه، لان النظره للداخل رايح تعيد له برمجة تاعو الداخليه. صح. كذلك كاين حنا كاولياء نتسبوا في التشتت، كيف كاين المراه تقول لولدها اروح راجع امامي في الكوزينه مثلا، هي تخدم في الشغل شاده الاواني ولا يتغسل وتقول له توجهه. هو الطفل هنايا التركيز تاعو راه يروح، الشيء اللي راه شداته. ايه صح. الاكل اللي راه دايرته. الشيء تعمل. نعم. هي في نظرها انها هي تراجع معاه. ايه في نفس الوقت. في نفس الوقت. حاجة أخرى ثانية كيف تروح في التناقضات في التعامل. الطفل راه. هذا التعامل نديروه بزاف. ايه. وهي خاطرش الوقت ما كانش جري جري جري. المزج. لأنه مزج في هي في بالها أنها راهي تساعد. تساعد فيه. وراه تعس فيه أنه أمامها. ولكن هو اللي راح يوجهها من بعد يقول لها واش هاكي ديري واش هاكي. شفتي كيف؟ هذا هو التشتت تاع الانتباه. معنى كون حنا نزيدوا في هذا التشتت. كاين العكس الان، كاين هو يكون مركز وراه يقرا كما هو المطلوب. راه يقرا اثناء التركيز تقول له يا مثلا سمير ولا روح جيب لي هذيك الحاجه. هاي قطعت له التركيز. ولا روح شري لي. ولا روح شري لي، هو راه مركز في هذيك العمليه او في المراجعه. شفت التناقضات. صح. انا ربما الحاجه اللي ربما تقتل كذلك التركيز خاصه كما انا دائما نتكلم على هذه الالات على الطابلات وعلى التليفون وعلى الهواتف النقاله، هي انها لما كما قلت الطفل يكون يراجع ولا يحفظ ولا وفيه جهاز او الهاتف معاه في نفس الوقت راه يراجع وفي نفس الوقت ويستقبل في رسائل. نعم. في صور في ربما اشياء هكذا راه يتواصل مع الاخرين وفي نفس الوقت او يقرا، يعني هنا التركيز اكيد راح يكون مشتت. بالضبط. هذه المثيرات الخارجيه، خليه غير مع المثيرات الداخليه اللي هو يتساءل كيفاش هذه المعادله منين جات. أيه. التاريخ هذا خلي المثيرات الداخليه التي. أيه. تثير الجانب المعرفي، اما المثيرات الخارجيه تؤثر. كاين كثير منا او بعض الاولياء يتسالوا يقول لك هناك كاين مزج ما بين النسيان وتشتت الانتباه. عنده علاقه. كاين علاقه ان شاء الله غادي نديروا حصه خاصه بالنسيان. لكن معليش نديروا العلاقه بيناتهم. متى يكون النسيان؟ هل التركيز يؤدي الى النسيان؟ شوفي باختصار شديد، النسيان هو ان المعلومه تدخل الى الدماغ وما تتبخر. صح. اما التركيز هو تجي داخله ما تدخلش كاع. ايه ما تدخلش لان تدخلش كاع تعاود ترجع. تشتت. تجي داخله ما تلقى تشتت اعتراضات. ما تدخلش. ولهذا احيانا بعض الام تقول لابنها مثلا روح شري لي حاجه، يروح
يعني من الباب يعاود يولي. نشوفوا مصطفى نطح كذلك يقول لك السلام عليكم، فيما يخص ضعف التركيز عند الأطفال وعند الطفل، هو يجيب يجب أن نعطيه الأوامر الإيجابية، ولكن يا أستاذنا ما هي الطرق المتابعة أو المتبعة لتشخيص هذا الضعف عند الطفل؟ وشكرا. شكرا. شكرا لمصطفى نطح لأنه متابع لنا يعني الآن، متعودين على متواصل معنا والآن. نعم. إيه؟ أولا أول شيء هو كيف نعرف الأعراض نتاع هذا، بعد كي قالوا لي العلاج تاعو تذكروا فيها الوصفة. نلقى بعض الأطفال إذن كثيرين الحركة، و كثير الحركة، وكذلك يشوشون يشوشوا على الآخرين، يشوشوا على الآخرين. حاجة ثانية نصيبهم دائما ما عندهمش هدف وراه رايح، يجي من هنايا ما داو يدير هدف آخر، وبعد ما نزيد يروح لهذه الحاجة. حاجة أخرى ثانيتك، كل ما يجي يديروا يدير عمل يخليه غير مكتمل. ماذا يدير؟ ما لاحظتش ابنائنا اذا راجع شويه انجليزيه مثلا يبدا غير شويه، لا لا نروح ندير شويه لغه عربيه، صحيح شويه شويه هكذا وما يكملش عمر العمل تاعو يكتمل. هذا راه عنده مثيرات خارجيه راها تعترضه. كذلك ما عندوش هدف، قال انايا غادي نوصل لهذيك الفكره. اذا لما يكون عنده هدف صح، ولا نحدد مثلا رابح، مثلا نقول في ساعة نكمل هذه المادة، ولا في ساعتين نكمل هذه المادة، أنه ياخذ كما قلت يحدد هدف بالضبط. على الأقل مادة تاريخ وجغرافيا قال نبرمجها في الساعة الفلانية، نكملها الدرس الفلاني نكمله، هذا هو تحديد الهدف بالنسبة للأطفال. وهذا يبقى تعويد، عفوا نعم رابح، صح. أنه يتعود عليهم، حتى الأولياء لازم يساهموا في هذا الشيء بالضبط. إذا الأولياء لازم يديروا مخطط، مش مخطط علمي يعني أكاديمي. مخطط رابح فكرت لانني راح للتركيز. يا دراش كنت لك التركيز يا رابح. نعم، اذا مع التركيز اذا كيفاش الام يزم او الوالدين يديروا مخطط داخلي او اسري، قالها الصباح واش دير، هما دا واش دير. هذا التنظيم مش اكاديمي محض، على الاقل يتعود على تنظيم الوقت، لان التنظيم والنظام احد عوامل للتركيز. واحد اللي منظم مثلا، واحد اللي منظم مثلا في السياره، على باله باللي بالهاتف ما يلزمش، صح. هو منظم يدير شغالاته قبل ولا يدير رسائل، هو منظم. اذا هذا التنظيم هاو لك تفاداه. عاده هو واحد انسان كي ما يكونش مركز راح ينسى، راح يتفرفش، راح ما يقومش بالعمل تاعو كيما يجب، راح ربما ياثر على الغير، راح يتنرفز، راح يتعصب، كل هذا الامور. نشوفوا كذلك نجمه الامل فراشه التفاؤل، اسمها جميل جدا، نجمه وامل وفراشه وتفاؤل. حسب خبرتي كاستاذه، ضعف التركيز عند الاطفال نتيجه عده اسباب، من بينها كثره الحركه والتغذيه الغير صحيه. هل عندها علاقة مع التغذية؟ بالضبط. نعودوا ليها. أو محتوى الدرس أو طريقة طرح الأستاذ له، جعله ألا يركز، وللتلميذ مشاكل نفسية أو عدائية على ما أظن، أو الألعاب الفيديو والرسوم المتحركة التي تعلم العنف، أو كثرة استعمال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في سن صغير، وغياب دور الأولياء وعدم اهتمام بهم. يعني أعطتنا العديد من النقاط. نعم. لصح أنا نأكدها كأم، وربما انت تاكدها رابح. اكيد. شوفي في المدرسه، لان خاطر الطفل الان حياته في المدرسه اكثر من في البيت. في المدرسه هناك عده عوامل. اذا كاين من طريقه الاستاذ، الى درس مشوق ودرس جذاب بطرائق نشطه، رايح التلميذ يخلي المثيرات الخارجيه وراح يركز مع الاستاذ مع الدرس. اذا كذلك الزملاء، كذلك الزملاء، ما هي ما مجموعه اللي راهم يديروا له اثار المثيرات هذه؟ احيانا بعض الشله اللي تمشي معاه دير له اثار، اي نروحوا نخرجوا برا، اي نروحوا نديروا منا. كذلك الوسائل الالكترونيه، اذا الوسائل الالكترونيه هذه فيها متعه في البيت وفيها هو البطل، هو النجم، لكن لما يروح للقسم او الدرس او المراجعه يراجع بطريقه كلاسيكيه، لكن المتعة تاعو الرغبة، أيه؟ تحب الألعاب الإلكترونية أو التكنولوجيا أو الفرجة، يعني هذا العالم الخيالي الفرجة، عالم تاع الفرجة، أيه؟ والبهجة. ما كي يروح للدرس يصيبه عادي كلاسيكي جدا، صح. ما المخ وين يروح؟ المثير متى يرجع إلى البيت، إلى العالم تاعو المفضل، العالم تاعو، صح. تعالوا لو نعكس الآية، لو ندير الدرس تاعي نديره بطريقة
بالطريقة التكنولوجية أو بطريقة السينما. عند ندرس على التاريخ مثلا نجيب شريط تاع 18 فيفري يوم الشهيد وندرس على يوم الشهيد وهما يشوفوا الصوره هكذا كشاشه كاستوديو صح طريقه نشطه ونمد من الكلمه بالواحد ونعطي لهم ميكروفون يعلق على الموضوع. اذا هنا تكون عندهم المتعه. يعني هنا راك تركز لي على طريقه توصيل الدرس ولا المفاهيم ولا التشويق. التشويق انه الان الطفل اصبح يطلب او اصبح له ربما مدمن على عنده نوع من المدمن اكيد لكن طريقته في تعلم هذه المعارف تختلف عن زماننا وعن زمان من قبل الى اخره. الان اصبحت التكنولوجيا ضروريه اكيد لا بد من ان نواكب العصر لان هو المكونات الداخليه راه فيها اثاره راه في غليان. الان كيفاش ننظم هذا هذا الغليان في صح في استثماره صح. استثمار المتعه تاعو حتى الحوار إلا كان نخليهم يتكلموا بعضهم بعض قال كل خمس دقائق نديروا شويه استراحه شويه نكت ما نعاود نولي. اذا باش ماذا لكي هذوك المثيرات الخارجيه نعزلهم ونخليه يوجه مع الدرس. كذلك المعامله الاسريه نقول لك نديروا اهداف الطفل لازم نقول له ما عادش هو الاهداف مازال صغير صح تقول سطر هدف هذا مصطلح تاع الكبير لكن كيفاش نجسد له هذا مفهوم الهدف في مرحله تاع الطفوله تاعه في مرحله التفكير تاعه. إذن أنا نقول له باللي الهدف البعيد هو إن شاء الله تجيب المعدل هذا الهدف تاع الفصل تجيب المعدل وتنجح وندير لك رحلة وندير لك هاك وندير لك هذا مليح. الهدف الخاص وهو هذا التمرين يلزم ذكا تكمله وتجيب لي نتائج وتجيب لي صحح لك. إذا هنا أنا عطيت له هدف خاص هدف آني وهدف بالنسبة حنايا البعيد هو ماذا بنا ينجح طول حياته هذا هذه غاية صح لكن الهدف الأبعد أو المتوسط هو في الفصل هذا يعني تحصل على المعدل وراح تكون لك والامتحانات راح تنطلق إن شاء الله ولا هذا الموضوع مقبل فروض وامتحانات والفصل الثاني يعني أسرع من الفصل ربما سريع الفصل الأول أسرع والثالث أسرع فيهم قاع وأقصر وأقصر وإن شاء الله بالتوفيق للجميع للتلاميذ باش يركزوا أكثر في عملهم لأنه كما قلت هذه الأمور هي اللي تخلي وتشتت الفكر الأفكار تاع أبنائنا. لكن الدور الأولية الدور كذلك الأساتذة مهم جدا في توجيه ومرافقة التلاميذ ودورنا أحد اللي دورنا أيضا في توضيح الصورة أكثر إن شاء الله نعطي لهم منهجية المراجعة إن شاء الله وعلى ما أظن العطلة تكون في 19 مارس بإذن الله إن شاء الله يكونوا جميعا يكونوا هذاك الوقت تحصلوا على نتائج جيدة وبالتوفيق لنا احنا كذلك رابح إن شاء الله. أنت تكلمت مقبلة عن أنه تحصلوا على النتائج تكون في خرجات ورحلات أكيد جميل جدا أنه حوافز حوافز وفي نفس الوقت هي تكون خرجات بيداغوجية يعني تكون فيها يتعلم الطفل أنه يتعرف على المناطق يتعرف على النباتات يتعرف على أشخاص عادات وتقاليد كلها تدخل في عالم التربية وربما راح يكتسب هو كذلك خلال ثقافة. هذه الثقافة احنا راح نشوفه مع سميرة بن يخلف شكرا لك رابح لكن تابع معنا الموضوع تاع سميرة بن يخلف باش نثقف اكثر مع سميرة نثقف اكثر واليوم ما جبتناش المخطط بصح يعني نسيت فقره ايكولوجيا مع زميلتنا وصديقه البيئه سميره بن يخلف راح تتكلم عن دور المناطق الرطبه والحفاظ عليها في فقره ايكولوجيا